صباح خير. إذا المشاكل الهرمونية عند المرأة هي أبرز المشاكل اللي كتعاني منها، هي اللي كتسبب لها العديد من الأمراض. كيف يمكن للمرأة أن تتغذى تغذية سليمة ملائمة من أجل أن توازن هذه الهرمونات؟ نعم، تحية طيبة لكل المستمعين. وهذا الموضوع، هذا المشكل ديال الخلل الهرموني لعند البنيات ولعند النساء، ولا حتى المشكل ديال المرأة ملي كتوصل لسن اليأس كما تكلمنا البارح. هذا المشكل الهرموني عند النساء هو الآن مشكل العصر. نعم. تقريبا العالم كله الآن كيتشكى من هذا المشكل. هذا هو مشكل بسيط جدا، كاين الناس اللي كيتخلعوا، كاين الناس اللي كيقول لك ما كاينش دواء. هو ما كاينش دواء لان ماشي مرض، نعم. ولكن هو السبب في الامراض وخلل. نعم نعم، اللي كيكون خلل يتسبب في امراض اخرى طبعا، منها سرطان. السرطانات ديال الاعضاء اللي تتخضع للهرمونات، اللي هي المبيض، اللي هي الرحيم، اللي هي الثدي، اللي هي البروستات عند الرجال. هذه كلها اعضاء حساسه، لان الخلل الهرموني في الاخير كيؤدي الى بدا الى مشكل صحي. ثم من بعده كيظهروا بعض الامراض الخطيره الاخرى، ومنها حتى الامراض المناعيه. حتى الامراض المناعيه الان تعزى الى هذا الخلل الهرموني، لان كما قلت في اول الاسبوع الجسم كيحيا بالهرمونات والانزيمات. هادو هما ماشي ما كيحياش بالطاقه. كاين الناس كيركزوا على السعر الحراري، ليس السعر الحراري هو المهم بالنسبه للجسم، وليس حتى التغذيه ديال حتى البروتينات ولا الدهون. الجسم يحيا بالانزيمات وبالهرمونات. ملي كيوقع مشكل في الانزيمات، نقص في الانزيمات، الجسم كيتوقف على الحياه. ملي كيوقع مشكل في الهرمونات، الجسم ما كيبقاش يعرف يعيش. كما قلت البارح، المراه كتولي مضطربه، ضجيره، قلقه، ما كتركز، كتولي تفكر، كتولي انغواسي، كتولي تشوف السواد. ما كتبقاش عايشه حياه طبيعيه. علاش؟ لان حياه المراه تتعلق بالهرمونات. والامر كما قلت بسيط جدا، ساهل. كنقولوا بالدارجه، يمكن هي كلمه فرنسيه، ستريسي. نعم، كيولي كل شيء، كيولي عندها كل شيء. المراه كيولي عندها الحياه ديالها ثقيله، كتولي ثقيله وصعبه، وكتولي تخاف. هذا المشكل الهرموني عند النساء هو الان كما قلت مشكل العصر. هو بسيط وسهل جدا، وهو الامر بيد الله اولا، ولكن راكين واحد الطرف منه بيد هاد النساء هادو، ولا هاد البنيات، ولا هادو راه العلاج ديالهم بين ايديهم. هم اللي خصهم يعالجوا رسم، لان النقص ديال الالياف الخشبيه واضح. اولا نقص ديال الالياف الخشبيه في التغذيه ليلينيان، وهذا اللي في توستروجين مع ليلينيان، مع بعض الالياف الدائبه، هو اللي كيدير هذا الخلل. هما الا بغاو هذا الخلل يزول، خصهم يكثروا هاد الفيتوستروجينات وهاد الالياف الخشبيه اللي كاينه في النبات، لا توجد في الحيوان. نعم. لا باس يتوقفوا على الحيوان واحد دوره شهريه مثلا، واحد الاسبوع، واحد شهر ولا شهرين، الا توقفوا عن المواد الحيوانيه، لان فيها كوليسترول كما قلت البارح. لان التغذيه ديالهم، حتى البنيات، حتى البنيات هادو اللي عندهم مشكل ديال الدوره الشهريه بالالام، واللي عندهم بعض المرات كيديروا كريز ولا حاجه، هادو الى رجعوا نباتيات، الى رجعوا الفيتوستروجينات، الى رجعوا للعالم النباتي، مع الاسف الشديد كنشوفوا ان هاد العمر ديال البنيات اللي عندهم من 14 حتى ل 20 ولا حتى ل 24 عام ما كياكلوش بزاف النبات. نعم. كياكلوا ماكوله بحال البطاطس مشويه، ولا كياكلوا الفريت، ولا بسكويتات، ولا حاجه، وكيضلوا هكا، وتيحسب لهم راه متغدى، وما محسوب عليهم هذاك الشيء، ولكن وما راه ما خذوا والو. الجسم فقط خصو مكونات، الجسم خصو مكونات ضروريه ما فيهاش. كما قلت البارح، الجسم الى ما وصلوش هاد الفيتوستروجينات وهاد الفيتامينات وهاد المسائل ديال الانزيمات، يشيخ بسرعه. وكما قلت، الى كثروا الناس الدسم، الى كثروا الدم والكوليسترول، الجسم يشيخ بخطره، بسرعه، دغيا المراه كتولي تبان بحال عندها 50 عام، ويلا عندها 28 ولا 30. هذا الشيخوخه المبكر هو النقص ديال هذا الفيتوستروجينات وهذا الالياف الخشبيه، هي اللي كتخلي البشره زينه، كتخلي الشعر جيد، كتخلي الجسم هذا الوزن ديال الجسم متوازن، كتخلي المراه كتكون البشوشه، ضاحكه، كتولي الامور ديالها كلها مزيانه. باش نزيدوا نعاونوا الناس اكثر، العالم النباتي، علاش انا ما كنبغيش نعطي وصفه باش ما نضيقش على الناس حياتهم. العالم النباتي كله فيه فيتوستروجينات، كاينين بكثره في الحبوب اللي كنسميوها حنا
الحبوب الطبية اللي هي زريعة الكتان لحبة حلاوة والنافع والكروية. حبة حلاوة والنافع والكروية هادو فيهم كمية كبيرة ديال الفيتوستروجينات، كاينين في السانوج والحب رشاد، كاينين في زريعة الكتان، كاينين كذلك في الحلوى. هذه الحبوب خاصة تدخل التغذية، هي مكون أساسي. أن كاينين بنيات سولتهم كانوا كيطرحوا علي السؤال أن عندهم مشكل ديال الهرمونات. نعم. كاينين بنيات اللي ما عمرهم كالوا هذه الحبوب، كاع ما تعرفوهاش، وهذا خلل. يعني خاص الخضر، خاص الفواكه، خاص الخبز بالنخالة، خاص الشعير، خاص المشكل هذا ديال بعض الحبوب اللي كيلجؤوا لها الناس، مع الأسف ما كيلجؤوا الناس إلا حتى كيوقع مشكل ديال كيقول من اجل العلاج من شيء ما. نعم، عاد ديروا الا نرى لا شي واحد تهرس واجي يقول لي دير الا الا خصو يدخل في التغذيه. يعني ما تيجبر، ما تيدير حتى حبوب داخله في التغذيه فيها حتى هي كميه ديال الفيتوستروجينات. كاين النساء الان كيسولوا على الصوجه، خطا كبير. المغرب ليس بلد الصوجه. الصوجه الناس ديالها في الصين وفي الهند وفي فيتنام وفي الدول الاسيويه. المغرب بلد الفول، والفول فيه الفيتوستروجينات اكثر من الصوجة، باش النساء يعرفوا هذه الحقيقه هذه. الفول ديالنا، الفول اللي كناكلوه، الفول العادي، فيه فيتوستروجينات اكثر من الصوجة. غير الصوجة فايته بالدهون، لان يعني الفول ما فيهش زيت، الصوجة فيها شويه ديال الزيت، فيها شويه ديال الحمض الاغنيه. دلك لينا غير بصارة الفول في الصباح كتكون نعم. كافيه انا وهذه وقيتها. ولكن ما عارفينش النساء، ما عارفينش بان الفول فيه فيتوستروجينات اكثر من الصوجة. هذه هي الحقيقه اللي ما عارفينها. هذا هو التدقيق اللي بلاش قلت لك بغينا نعاونوهم اكثر. الناس ياكلوا القطاني، الحبوب النخله، يعني القمح الكامل، الشعير، الا المسائل اللي كانوا المغاربه عايشين عليها، ثم يزيدوا هذه الحبوب اللي ذكرت، هي من زريعه الكتان، حبه حلاوه، النافع، المسائل. هي ممنوعه للمراه الحامل طبعا. المراه الحامل ممنوعه، راه حنا كنا تكلمنا يعني نهار على هذا النظام. ولكن بحال هذا النساء والبنيات على الخصوص، لان الاعمار ديال تقريبا من 18 حتى 24 الان اللي عندنا في المغرب، هذه البنيات هذو يعني انا على مستوى البكالوريا والكليه كاينين طالبات كيتصلوا بيا. انا في الجامعه يعني، وهذا مشكل حاصل. كاين بنات كثار عندهم هذا المشكل، كاين بنات ولا كينوض لهم الشعر في الجسم ديالهم بكثره، كاين بنات ولا عندهم مشكل اخر، يعني لان المشكل ديال الهرمونات هذو اللي كنتكلموا عليهم، الهرمونات ديال الدوره الشهريه كنسميهم الهرمونات الجنسيه، هما كياثروا على باقي الهرمونات، على باقي الاشياء الاخرى في الجسم، اللي من ثم تنشوفوا المشكل ديال الغده الدرقيه، ديال المشكل ديال الغده الصنوباريه، وكنمشي غدد اخرى اللي في الجسم كله. علاش؟ بنيات الانوله القامه ديالهم قصيره، والجسم ديالهم نحيل. نعم. والوزن ديالهم ناقص طبعا، لان الهرمونات، لان الجسم كما قلت النمو ديالو والحياه ديالو كتكون مزيانه بالهرمونات والانزيمات، ما خصهمش يكونوا ناقصين. مع الاسف الشديد يعني الناس ولاو تيكثروا هذا الدسم وتيكثروا المواد الصناعيه والمسائل، شي باش ما كاين. يعني حنا كنا كناكلوا شويه ديال حلوى ولا حاجه مره في الاسبوع ملي كنا صغار، هذا لا 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 باس. ولكن الناس ولاو كيعيشوا بهذا الشيء، يعني البنيات الان ولاو كيعيشوا على البسكوي وعلى الشوكولاته وعلى شيء، ولات الحياه ديالهم ما فيهاش خضار، ما فيهاش فواكه، ما فيهاش الحبوب، ما فيهاش قطاني، ما فيهاش المسائل. يعني حتى ديك الحريره اللي كانوا الناس كيديروها كيكون فيها الحمص وكيكون فيها العدس وفيها شويه ديال القزبر والمعدنوس وفيها المسائل هذه، كانت تنفع الناس. مع الاسف حتى الحريره دابا تزولات، ولاو الناس في العشيه شي كيدير كيكاك ولا واش كيدير. يعني حتى ديك الثقافه الغذائيه ديالنا وديك يعني ذاك النظام الغذائي ديالنا التقليدي اللي كان نافع الناس، مع الاسف الشديد ما بقاش. بداو الناس كيرجعوا للكتالوجات، وبداو الناس كيرجعوا للوصفات، وبداو كينقلوا من الانترنت وكيتصنتوا لهادشي. هذه ماشي اشياء عيب الانفتاح على المطابخ العالميه، ولكن نحافظوا على ثقافتنا وهويتنا. نعم اللي مفيده ربما اكثر. المهم الاصل يبقى، الاصل في التغذيه هما القطاني، هما الحبوب، هما الخضار، هما الفواكه، حتى الفواكه الجافه، اللوز والقرقاع والتمر والشريحه. نعم. كنشوفوا ان يعني الشباب ديالنا الان ما بقاش كيديها في هذه الحبوب اللي ذكرت، بحال يعني حب رشاد من قبل كانوا الناس كيفطروا به. نعم. كيديروه مع الحسوه، مع الحليب، مع حب فتيل الشطبه، مع بركوكش، مع الهربل، مع كان هذه الوصفات اللي كانت في المغرب كيفطروا بها، كان كيمشي معها حب رشاد. نعم. كانت الحلبه كتمشي مع الرفيسه، مع الكسكسو، مع الشربه، مع كانوا كيديروا حتى في الحريره، كان مثلا السانوج كيمشي مع الخبز هو وحبه حلاوه. نعم. هذه كان داخله في، كان مكون داخل في التغذيه، الان مبقاش. من اللي مبقاش طبعا كاين خلل، ولكن الناس ما يعولوش على العقاقير. ربما العقاقير الا كان واحد المشكل بسيط غادي يسويوه، ولكن الا ولا مشكل دائم، لان كاينين دابا النساء عندهم مشكل دائم ديال الهرمونات، الا ولا مشكل دائم الهرمونات ما ينفعوش، خاصنا يرجعوا للتغذيه، والا رجعوا للتغذيه ان شاء الله ما نظنش يكون مشكل.